إلهي واسع الكرم ورب البيت السلام عليكم الفيروس أدق الكائنات الحية على الإطلاق آلاف الفيروسات بالكاد تملأ النقطة التي نكتبها في آخر الجملة ومع هذا الحجم الضئيل إلا أن الفيروس يهدد بانتظام أعقد الكائنات الحية دعونا ندخل سويا إلى هذا العالم العجيب عالم الفيروسات عندما يدخل الفيروس لجسم الإنسان تكون غايته أن يصل لنواة الخلية حتى يسيطر على برامج الخلية وبالتالي يقوم الفيروس بتوظيف كل برامج الخلية لإنتاج آلاف النسخ منه سطو مسلح حقيقي يدخل فيروس واحد للخلية ويخرج عشرة آلاف فيروس منها لكن عندما يصل الفيروس لغشاء الخلية فإنه لا يستطيع الدخول بسهولة لأنه لا يملك مفتاحا يمكنه من الدخول لكن بعض الفيروسات تحصل على هذا المفتاح وتنجح بالفعل في العبور من غشاء الخلية لكن ما أن يدخل الفيروس إلى داخل الخلية حتى يواجه بجيوش من الأجسام المضادة ويواجه بأنظمة حارقة كالإندوسومز والتي تقوم بتفتيت الفيروس تماما بالمناسبة كل هذا يجري في داخل جسدك تقريبا في كل دقيقة وحجم خمسين خلية من هذه الخلايا التي تقوم بإدارة هذه المعارك تملأ النقطة التي نكتبها في اخر الجملة، عالم معجز مبهر بداخلك، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، لكن بعض الفيروسات في بعض الحالات تستطيع النجاة من كل هذه الاسلحة وتقوم بالتوجه نحو جوهرة التاج، نحو نواة الخلية، الطريق نحو نواة الخلية طويل، ولحل هذه المشكلة يلتحم الفيروس بالموتور بروتين المسمى بالكاينسين. القينسن كائن عجيب شيال يحمل الجزيئات ويسير بها داخل الخلية على طرق فعلية، هناك طرق داخل الخلية يسير عليها هذا الشيال القينسن، الفيروس الآن استخدم هذا الشيال لينقله نحو نواة الخلية، هذا الشيال المدهش القينسن له يدين ورجلين حقيقيتين ويسير بسرعة 100 خطوة في الثانية، وها هو القينسن يحمل الفيروس في طريقه لنواة الخلية. الان فكر معي في هذا الفيروس كائن من ادق ما يكون بلا مخ بلا عينين بلا اعصاب لكنه يضع مخططا للسيطره على الخليه ومن بعدها على الكائن الحي بنفسه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه كل كائن مهما دق او كبر قدر الله له اسباب رزقه، وكان الله على كل شيء مقيتا، فهو سبحانه الرزاق الذي اوصل لكل مخلوق رزقه بقدره، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بعد وصول الفيروس لنواة الخلية، المعركة لم تنتهي بعد، فدخول نواة الخلية ليس بهذه السهولة. نواة الخلية هذه محاطة بحراسات سوف تلتهم. من يحاول ان يقترب منها لكن قد ينجو فيروس واحد من كل هذه المعارك ليكمل وحده مشروع السيطره على الخليه ومن ثم على الانسان فيروس واحد يستطيع اكمال المعركه للنهايه وها هو الفيروس على اعتاب جوهره التاج نواه الخليه ما ان يصل للنواه فانه على موعد مع جدران صلبه الجدران المحيطه بنواه الخليه والتي لن تقبل بان يمر هذا الفيروس عبر البوابات فحراسات بوابات نواه الخليه لن تسمح بدخول الفيروس مهما تحايل عليها جدران النواه ليست بنفس طيبه جدران غشاء الخليه فها هنا ماذا يفعل الفيروس الفيروس يريد الدخول لقلب النواه حيث مركز التحكم حتى يقوم بالسيطره على الخليه فماذا يفعل تخيل معي ماذا سيفعل الفيروس في هذه اللحظه العجيبه سوف يقوم الفيروس بعمليه من ابهر ما يكون عمليه مذهله تذهل العقل البشري، سيقوم بهذه العملية فيروس لا يحمل عقلاً ولا مخاً ولا أعصاباً ولا عينين ولا أي شيء، سوف يقوم الفيروس بعملية انتحارية، نعم كما سمعتم عملية انتحارية، سوف يمزق نفسه إرباً إرباً حتى يدخل داخل نواة الخلية، وبهذه المهمة الانتحارية الغريبة سوف يصبح الشريط المعلوماتي الخاص بالفيروس الشريط الجيني الخاص به سوف يصبح داخل نواة الخلية، لقد استطاع الفيروس إدخال شفرته إلى قلب غرفة التحكم، إلى قلب النواة، وسوف تقوم هذه الشفرة الآن بإدارة الخلية كلها لمصلحة الفيروس فقط، سوف تقوم نواة الخلية بنسخ آلاف الفيروسات، للأسف سوف تتحول هذه الخلية المكلومة إلى ماكينة نسخ. لآلاف الفيروسات. لو أردت أن تفهم معنى الشريط الجيني، الشريط المعلوماتي، الشفرة التي قام الفيروس بإدخالها إلى نواة الخلية، لو أردت أن تفهم معنى الشفرة فكل كائن حي لديه شفرة خاصة، وأنت أيها الإنسان بداخلك أربعة مليارات حرف، نعم، أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك تشفر لكل الأعضاء، فكل كائن حي بداخله شفرة. تسفر لكل اعضائه اذا اردت ان تفهم معنى الشفره الجينيه هذه الشفره التي ابهرت الملحدين عبر العالم هذا النظام المعلوماتي المدهش الذي اودعه الله في كل كائن حي فشاهد هذه الحلقه في اول رابط في وصف الفيديو الان الفيروس استطاع ان يدخل الشفره الشفره التي تكونه استطاع ان يدخلها الى نواه الخليه وبالتالي اذا تم فك هذه الشفره سوف تنتج فيروسات كثيرة، فالفيروس فقط استطاع أن يدخل شفرته وهي أهم شيء، والنواة سوف تقوم بنسخ هذه الشفرة وبالتالي إنتاج فيروسات كثيرة، سوف تبدأ الآن هذه الشفرة التي قام الفيروس بإدخالها إلى نواة الخلية في تسخير كافة إمكانات الخلية لعمل آلاف النسخ من هذا الفيروس. كل طاقة الخلية وكل جزيئات الخلية اصبحت الان تحت سيطرة هذه الشفرة والنتيجة الاف الفيروسات سوف تخرج لتنتقل الى خلية مجاورة وهكذا. الان الشفرة دخلت الى نواة الخلية واصبح عندنا الاف النسخ من هذه الشفرة. تخرج هذه الشفرة بسهولة خارج النواة الى الريبوسوم والريبوسوم مصنع داخل كل خلية

الآن الفيروس يسيطر سيطرة تامة على الخلية، وهو الآن يستعد للانتقال لخلايا مجاورة، هناك حل ذكي تستطيع أن تقوم به الخلية الآن للنجاة من هذه الكارثة، سوف تقوم بإرسال رسالة لكرات الدم البيضاء تخبرها بعملية الغزو الذي اجتاحها، والذي سوف يهدد خلايا أخرى بعد دقائق، والحل الآن في يد كرات الدم البيضاء، وهو أن تقوم هذه الكرات بالتهام هذه الخلية. التي تم غزوها بكل الفيروسات التي بداخلها، الخليه التي تم غزوها تقول لكرات الدم البيضاء: تعالي والتهميني، التهميني بالفيروسات التي بداخلي. بالمناسبه هنا اود ان اذكر نقطه مهمه وهي مرض الايدز، لماذا مرض الايدز خطير؟ لان هذه الرساله التي تخرج من اي خليه مصابه لن تجد من يستقبلها، مرض الايدز يدمر مستقبلات الرسائل، يدمر النظام المناعي، وبالتالي الفيروسات ترتع كما تحب. الان الفيروس احتل الخليه بالكامل، وهو الان في طريقه للخلايا المجاوره، طيب في حال لو لم يتم التهام هذه الخليه المغزوه بكره دم بيضاء، ماذا يحصل؟ سوف يقوم النظام المناعي ايضا بالتقاط كل الفيروسات المنطلقه، سوف يلتقط كل هذه الفيروسات، لكن طبعا في حال مرض نقص المناعه المكتسبه الايدز لا توجد هذه النظم المناعيه. نعود الان لهذه الفيروسات المنطلقه، الفيروسات تنطلق بكثافه والنظام المناعي يرد هذه الفيروسات، ولو ازدادت هذه الفيروسات سوف يلجا النظام المناعي لحيله اخرى عجيبه، والحيله كالتالي: تقوم الخلايا المجاوره للخلية المصابة بالتضحية بنفسها حتى لا يحتلها الفيروس، تقوم بتنفيذ مبدأ الأرض المحترقة الذي طبقه ستالين في الحرب العالمية الثانية، عندما اقتربت قوات النازي أمر ستالين بإحراق كل القرى في طريق النازي، وبالتالي لا يستغل النازي الغذاء في هذه القرى لتمويل جنوده، نفس هذه الآلية تقوم بتطبيقها الخلايا المجاورة للخلية المصابة، تقوم بتدمير نفسها لئلا يستغلها الفيروس، وبعد انتحارها تلتحم هذه الخلايا المنتحرة بكرات الدم البيضاء، فيظهر أشبه بتكتل، جدار عملاق أمام الهجوم الفيروسي، وهنا سوف تشعر أنت أيها الإنسان باحتقان الأنف، في هذه اللحظة أنت سوف تشعر باحتقان في الأنف، احمرار في الأنف، انسداد في الأنف، أنت هنا تدير خلاياك معركة حقيقية، إيقاف الهجمة الفيروسية. وأنت لا تشعر بشيء من ذلك. عند هذه المرحلة نجحت خلاياك في إيقاف الهجمة الفيروسية بل واكتسب نظامك المناعي معرفة بهذا الفيروس فلن يجرؤ على الدخول مرة أخرى لجسدك فهناك خلايا ذاكرة في نظامك المناعي تعرف شكل الفيروس وبالتالي لن يجرؤ نفس هذا النوع على الدخول مره اخرى. المعركه انتهت بحمد الله، الزكام سوف يستمر بعض ايام الى ان يحصل التعافي التام. وهنا لابد ان ننوه ان التعرض لقدر طبيعي من الفيروسات والبكتيريا هذا امر ضروري لنظامك المناعي، فالمبالغه في النظافه، الناس اللي عندها وسواس نظافه هذا خطر. على النظام المناعي، فامراض الحساسيه والامراض المناعيه المختلفه مصدرها عدم التعرض لقدر كاف من الفيروسات والبكتيريا، وطبعا هذا امر معلوم طبيا، فكل شيء خلق بقدر، قال ربنا سبحانه انا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء في خلقه حكمه وغايه، سبحان الله. من اعوام قليله كان المجتمع الطبي الامريكي في حاله هلع. لانتشار السكر عند الاطفال، فاكتشف ان السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو عدم تعرض الطفل الامريكي لقدر كاف من الفيروسات والبكتيريا، نقص بعض انواع البكتيريا التي يتعرض لها الطفل، وسواس النظافه الزائده، ولذلك كانت النصيحه تعريض الطفل لهذه الانواع من البكتيريا، ومؤخرا اضافوا حاجه اسمها البريبيوتيك، اضافوه لالبان الاطفال، البريبيوتيك بيحفز ظهور هذه البكتيريا، فكل شيء خلق بقدر. والان ما هي مشكله فيروس كورونا 2019 ذا 2019 كورونا هذا الفيروس الذي احدث حاله من الرعب والهلع في العالم وتعريض اقتصاديات دول عملاقه للخطر ما مشكلته هذا الفيروس نجح في الدخول لمناطق حساسه من جسم الانسان ادار المعركه في الجزء الوظيفي من الرئه داخل الحويصله الهوائيه التي يحصل فيها تبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون وبالتالي النتيجه هي التهاب رئوي مشاكل في التنفس وفشل التنفس وهذا يؤدي لارتفاع كبير في معدل الوفاه لكن هل هذه هي السمه الوحيده للفيروس لا اطلاقا نحن نكتشف كل ساعة تقريبا آلاف الحالات من الالتهاب الرئوي في المستشفيات، وليس هناك أي مشكلة، أغلبها يمر بسلام. المشكلة أن هذا الفيروس ليس لدينا أي مناعة ضده، لأول مرة يقتحم الجسم البشري. ليس هناك في خلايا الذاكرة، في النظام المناعي عندنا أي معرفة بهذا الفيروس، وبالتالي تعاملنا معه يشبه تعامل مريض الايدز مع الفيروس العادي. فليس عندنا مناعه ضد هذا الفيروس لاول مره في تاريخ الجنس البشري يقتحم هذا الفيروس اجسادنا وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. انه الاثر الشديد والخطوره انه بما انه فيروس جديد لم يكشف من قبل فلا يوجد انسان على الكره الارضيه له المناعه من قبل. هذا الفيروس لم يكن في اسلافنا الذين مضوا وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فحين تم إعلان الفاحشة بلا حياء دخل الإيدز لأول مرة في جسم البشر ودخل السارس وها هو النافل كورونا فيروس فانتشار الفواحش والإعلان بها هذا يهدد الجنس البشري أولا بأول بأوجاع لم نسمع بها من قبل باوجاع لم تدخل في اسلافنا، والان يا ترى ما هي افضل طريقه للتخلص من هذه الفيروسات القاتله كفيروس كورونا؟ افضل طريقه هي عدم التعرض لها ابتداء، واي مدينه تبتلى بهذا الفيروس يجري عليها حجر صحي كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، لا احد يخرج منها ولا احد يدخلها، قال صلى الله عليه وسلم: فاذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا بلغكم انه بارض فلا تدخلوها، وهو نفس المنهج بالضبط الذي يتبعه الطب الحديث، الحجر الصحي لاي عدوى وبائيه، وهذا من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم. No رجل صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، أوصى بأفضل طريقة يلجأ لها الطب الحديث للوقاية من الأوبئة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أهل البلد التي يقع بها الوباء، حذرهم من أن يخرجوا منها، ومن صبر فله اجر شهيد، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من احد يقع الطاعون وكل وباء قاتل هو طاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر امام هذه البلاءات، وعدم الخروج من المكان الموبوء لئلا تصبح جائحه عالميه. اللهم سلم، واليوم كما تعرفون يجري في بعض مدن الصين اكبر حجر صحي في تاريخ البشر، عشرات الملايين ممنوعون من مغادره بلادهم او الدخول عليهم. واكبر حجر صحي تشهده الصين في تاريخ العالم، ومنعهم من السفر مشهد وصفه قاده العالم بالخطير للغايه. والان دعونا نقوم بتدبر اسم الله الحكيم. الحكيم من اسماء الله الحسنى، والله الحكيم اي المتصف بكمال الحكمه، المطلع على مبادئ الامور وعواقبها، فخلق الله سبحانه خلقه بالحكمه وبالحق وباكمل اتقان، واعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وقدر الله سبحانه بحكمته امورا تخفى على كثير من الناس، لكن لا تخفى على اولي الالباب، فهذا الفيروس في هذا التوقيت فيه من حكمة الله ما يعرفه اولو البصائر، والله سبحانه هو اللطيف الذي ييسر امورا خارجيه بطرق نعرفها او لا نعرفها، نريدها او نخشاها، نحبها او نكرهها، لكن عاقبه كل ذره في الكون كمال الحكمه، عاقبه كل قدر الهي كمال الخير والحكمه وما فيه صلاح عباده المؤمنين. فكل أقدار الله خير وكل حكمه عجيبة وعلينا أن ننظر ونقوم بالتأمل والتدبر والله سبحانه برحمته يلهمنا الحكمة وأنا أوصيكم بتدبر بعض أسماء الله الحسنى من كتيب فتح الرحيم الملك العلام رابط هذا الكتيب الجميل في الرابط الثاني في وصف الفيديو قوموا بتحميله وتصفحه اشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك في القناه لمتابعه ملفات نقد الالحاد والفلسفات الماديه، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم، إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم